إن شاء الله على بركة الله. السلام عليكم، معكم حسين من مدينة المغرب. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن موضوع جد مهم، ألا وهو الجيولوجيا. فهي الكوكب، جيولوجيا الأرض، فكوكبنا هو الذي نعيش فيه. دونك لا بد لنا أن تكون لنا دراية عن مكوناته وكيف تشكل منذ البداية. فعلى بركة الله، درسنا الأول سيكون حول عن جنرال جيولوجي، أي موضوع شامل. إن شاء الله في الحصص القادمة سنتخصص في موضوع معين. سنقوم الآن بتقديم أو بتعريف علوم الأرض. فعلوم الأرض أو الجيولوجيا هي علم الذي يدرس الأرض، التي تسمح لنا يعني برؤية أرضنا، يعني كيف تشكلت انطلاقا من الشعاعات التي كانت متفتتة في الفضاء إلى أن أصبحت كالشكل التالي الذي نراه اليوم، ولا شكل كرة أرضية. وأننا نعيش في هذا في على الكرة الأرضية، فلا بد لنا أن نعرف بنيتها ومعرف ما يحدث في باطنها الغير المرئي. في انطلاقا من هذه الدروس إن شاء الله سنتعرف عن مجموعة من مجالات الجيولوجيا إن شاء الله درسا تلو آخر. البتروغرافي أو البتروغرافيا هي علم الصخور، يعني نقوم بفرز الصخور وتصنيفها على حدة، فنقول أن هذه الصخور باطنية أو أنها صخور تشكلت على سطح الأرض. سندرس مجموعة من مجالات الجيولوجيا. لا بتروغرافي كما قلنا فهي علم يدرس أصناف الصخور الموجودة سواء داخل الكرة الأرضية أو خارجها. الباليوكلايماتولوجي فهي علم يدرس طبيعة المناخ، هو حار رطب إلى آخره. السيديمونتولوجي فهو علم يدرس طبيعة الرواسب ودراستها، كيف يقوم هذا الترسب سواء عن طريق الماء أو عن طريق الهواء إلى آخره، وما سنستصيغه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. الجيوسيمستري فهي علم أيضا يدرس دراسة الكيمياء لطبيعة الصخور، يعني الكيمياء الجيولوجيا، فهي تعطينا مكوناتها الكيميائية. الجيوكرونولوجي فهي علم آخر يعطينا التأريخ النسبي لمجموعة من يعني يعطينا تاريخ نسبي لمكونات الأرض. الباليونتولوجي وهو علم أيضا يدرس الحفريات، يعني دراسة كمثلا الديناصورات وإلى آخره. التكتونيك فهو أيضا علم يدرس يعني كيف تكونت السلاسل الجبلية، وكيف تكونت مثلا المحيط الأطلنطي إلى آخره، يعني تكتونية الصفائح
وتكتونية، سواء على إيش، صغير أو كبير. الاستراتيغرافي فهو أيضا علم آخر يدرس طبقات الأرض التي تتعاقب واحدا تلو الأخرى مرتبطة بالسيديمونتولوجي. الفولكانولوجي وهو علم يدرس البراكين، يعني كيف يتكون وكيف يعني ننظر إليه، سواء يتكون داخل، كيف يتكون داخل الكرة الأرضية ثم يصعد إلى الأعلى. يعني فهو علم يدرس انطلاق من تكوينه من الأول إلى الآخر، وطبيعة الصخور التي يعطيها. انطلاقا من هذه الدروس إن شاء الله سنتعرف إلى أهداف فهم وتكوين الأرض، وفهم العمليات الرسوبية، ونقل الرواسب من متزمات المياه أو في حوض الترسيب مثلا كبحيرة أو بحر أو إلى آخره. إتقان، بالإضافة إلى إتقان تخصصات الجيولوجيا كعلم الخرائط وعلم الصخور وعلم المعادن الجيولوجي وعلم الجيوفيزياء وعلم المعادن الميتالوجي. وهناك علوم أخرى الله إن سمح له. الأرض فهي من بين الكواكب على في الفضاء. دونك نظامنا الشمسي، فالنظام الشمسي متكون من ثمان كواكب. دونك ميركوري، فينوس، الأرض، مارس، جوبيتر، ساتورن، يورانوس، نبتون. والعلماء قسموهم إلى 2، كواكب داخلية وكواكب خارجية، يعني دي بلانيت تيلوريك دي غازز بلانيت تيلوريك بلانيت. سنتعرف إلى المجموعة الأولى وهو لتيلوريك بلانيت. هي كواكب صغيرة وليست ضخمة وكثيفة، والنموذج الأصلي لهذه الفئة هو كوكب الأرض، وهو أيضا هو الذي يتكون على مكونات الحياة، لأنه يوجد به الهواء والماء، يعني هو الذي فيه الكاركترستيك لعيش الإنسان. بالنسبة للكواكب الأخرى فهناك نتحدث عن عطارد والزهرة والمريخ، بالإضافة إلى المجموعة الثانية فهي دي غازز بلانيت، تتكون من جوبيتر، نبتون، إيرانوس، ساتيرن. بالإضافة إلى ذلك، إلى هذه المجموعة الشمسية، فهناك أطياف صغيرة بين الكواكب وتسمى الأستيغويد. هي كويكبات تشكل حزاما يقع بين، كما نراه هنا، الأستيغويد الذي يقع بين المريخ والمشتري. هذه الكويكبات هي النجوم، يعني المتساقطة كالشهب والنيازك التي تضرب الأرض، يعني هي التي
تصطدم بكرتنا الأرضية، هي التي نجدها خارج، تأتي من خارج غلافنا الجوي وتسمى النيازك أو بما يسمى الشهب، وهي تخرج عندما تخرج من مدارها، عندما تخرج من مدارها تفقد سيطرتها وتسقط على كوكبنا الأرض. فسننطلق الآن إلى مفاهيم علم الزلزال وبنية الأرض الداخلية. فبنية الأرض الداخلية عرفناها انطلاقا من علم السيسمولوجي، هو الذي أعطانا دراية بمكونات الأرض الداخلية انطلاقا من النواة إلى القشرة المحيطية أو القشرة المحيطية أو القشرة الأرضية. فالأرض هي واحدة من 8 الكواكب كما قلنا في نظامنا الشمسي. كما قلت أنا عمر الأرض فهو 4.6 مليار سنة، ويمكن أن نتعرف إلى مكوناتها الداخلية انطلاقا من عدة تقنيات، كتقنيات الجيوفيزياء كما قلنا، أو بإحداد ثقب بالأرض وإخراج، وليس ليس عميقا جدا، لا يعطينا دراية بمكوناتها الداخلية إلى النواة، أو فهو لا يتراوح بضع كيلومترات. وبذلك يبقى العلم الوحيد الذي يعطينا مكونات الأرض فهو السيسمولوجي. السيسمولوجي فهو علم الزلازل، هو دراسة الزلازل الطبيعية، يعني هو حركة، ما هو الزلزال؟ فهو حركة طبيعية، حركة قصيرة للأرض في بضع ثوان أو بضع دقائق بسبب وصول موجات مرنة تنتقل، يعني تنتقل من الأرض من مكان حيث الطاقة تسبب الزلزال، يعني إخراج طاقة الأرض هي التي تعطينا إحداث زلزال على السطح، يسمى ببؤرة، مكانها هو بؤرة الزلزال فوي أو مركز الزلزال، هو منطقة موجودة على السطح وهي التي تقع مباشرة على بؤرة الزلزال، وهي تعد منطقة خطيرة لأنها يكون فيها الزلزال قوي جدا بالمقارنة إذا ابتعدنا قليلا منها، فتنتشر الموجات الزلزالية على شكل دائري لتصل إلى سطحنا الأرضي كما قلنا، فهي تكون جد قوية مباشرة مع البؤرة الزلزالية. وهناك نوعان من كما نقول دي زون، نوعان من الموجات. فهناك النوع الأول وهو الموجة الانضغاطية أو الموجات الطولية التي تنتشر على شكل طولي أثناء مرورها، فتخضع الصخور لضغط وتمدد بالتناوب على حسب اتجاه انتشار الموجة. يمكن أن تمر الموجات عبر المواد الصلبة والسوائل والغازات، فهي تخترق الموجات بي، فهي تخترق جميع كما كان
مكوناتها سواء السوائل أو صلبة أو فيها غاز، يعني هي التي تنتشر، هي التي تخترق كل مكونات الأرض، فهي تكون خطيرة جدا. بالنسبة ويصل وتصل سرعتها إلى 6 كيلومترات في الثانية، تصل سرعتها إلى 6 كيلومترات في الثانية، وهي جزء العلوي منها، يعني قد تصل إلى 7 8. أما بالنسبة للنوع الثاني، ما يسمى الموجات الضخمة والموجات أو الموجات الثانوية، زوند اس، تتحرك المواد هذه أفقيا، أما هذه فتتحرك عموديا على عكس الموجات الأولى، هي تمشي عموديا باتجاه انتشار الموجة، تنتقل الموجات السطحية فقط بواسطة المواد الصلبة، كما قلنا هذه تنتشر، يعني تخترق جميع مكونات الأرض سواء كانت صلبة أو سائلة أو بها غاز. أما الموجات الثانوية فهي تنتقل فقط في المواد الصلبة. تبلغ قيمة السرعة في سرعتها في القشرة الأرضية 3.5 كيلومتر في الثانية، فهي أصغر من الموجات الأولية. كما قلنا الموجات الأولية تصل إلى 6 كيلومتر في الثانية. يعني هي أبطأ من الأولى. والموجات بتصل إلى أجهزة قياس. أما الموجات فالموجات بما أن سرعتها قوية، فإن هي الأولى التي تصل إلى أجهزة القياس الزلزال التي نراها اليوم بعد الموجات إيس، وبالتالي تسمى الموجات الأولى تسمى موجة أولية، والموجة الثانية تسمى الموجة الثانوية. وهناك أيضا نوع آخر من الموجات بما يسمى L و R، فهذا النوع من الموجات ويأتي متأخر جدا على الموجات الأولية والثانوية، فهو يأتي من بعدهم، هو الذي نراه، يعني هو الذي يأتينا متأخر جدا كما سنراه في على هذا الشكل. فالموجات كما قلنا، الموجات بي هي التي يعني تظهر الأولى على المخطط السيسمولوجي، هذا يسمى مخطط سيسمولوجي، يعني عندما يضرب الزلزال هناك جهاز يسمى سيسمولوجي يقيس معدل أو درجة الزلزال. فالموجات التي تصل الأولى فهي الموجات بي، أما الموجات اس فهي تصل يعني ثانوية، هي تصل بعد الموجات بي. أما الموجات الأخيرة فهي تسمى بالموجات السطحية، فهي تأتي جد 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 متأخرة. كما قلنا هناك 3 أنواع، النوع الأول هي الأولية، والنوع الثاني ثانوية، والنوع الأخير هو الذي تنتشر على سطح الكرة الأرضية. كما مبين هنا، يعني مكونات الأرض انطلاقا من النواة، والنواة
تنقسم إلى قسمين، سواء النواة الداخلية والنواة الخارجية. وهناك أيضا الرداء أيضا منقسم إلى قسمين، الرداء السفلي والرداء العلوي، بالإضافة إلى القشرة تنقسم إلى قسمين، القشرة الأرضية والقشرة المحيطية. فهناك أيضا دي ليميت، يعني دي فوارق ما بين القشرة والرداء، وتسمى موهو، وبين الرداء والنواة الخارجية تسمى جنتربوم. أما ما بين النواة الخارجية والنواة الداخلية فتسمى لهمان. فهما يعني عندما الموجة الزلزالية تغير مسارها سواء من الصلب إلى السائل، يعني تحدث تغيير. فعندما نتحدث هنا عن لهمان فهي تفرق ما بين النواة الداخلية والنواة الخارجية. النواة الداخلية فهي سائلة، أما النواة الخارجية فهي صلبة، يعني وتكون على 5155 كيلومتر. وكذلك بالنسبة هنا وهنا. الجيوكرونولوجي كما قلنا فهي علم هو الذي يعني يعطينا التأريخ، سواء كان نسبيا أو مطلقا، يعني هو الذي نحدد به تاريخ الكرة الأرضية. يعني هل هي كما قلنا عمر الكرة الأرضية وهو 4.6، يعني كيف عرفناها؟ عن طريق الجيو كرونولوجي. فهو علم يدرس، يعني يعطينا دراية على عمر الأرض وعمر بعض الصخور أيضا كما تظهر سواء على سطح الأرض أو داخلها. هناك نوعان يعني من الجيولوجيا الزمنية، النسبية أو المطلقة relative and absolute. النوع الأول relative geochronology فهي انطلاقا من هذا العمر، نستنتج انطلاقا من تقاطع، انطلاقا من علم طبقات الأرض، يعني انطلاقا من التراكب والاستمرارية والتقاطع والتوزيع للأحافير. هل هي مثلا متكونة من حفريات قديمة التي عاشت مثلا في العصر الحجري، في العصر الطباشيري أو غيرها، مما يجعل من الممكن إعادة بناء الترتيب الذي حدث به السلسلة من الأحداث الجيولوجية، فيسمى the relative geology، يعني انطلاقا من تلك الرواسب التي أمامنا، التي ننظر إليها أفقيا أو عموديا في كرتنا الأرضية، كما سنرى مثالا إن شاء الله في الحصص القادمة. الجيولوجيا الزمنية المطلقة absolute على أساس تقنيات القياس الإشعاعي، يعني انطلاقا من التأريخ المعادن من الصخور والبراكين المتحولة، يعني انطلاقا من based on radiometric، انطلاقا
ما يسمى بجيوكرونولوجي أبسولوت، يعني نأخذ نعم عينة من الصخور وندرسها ونقوم بتأريخها بالقياس الإشعاعي، فيعطينا عمرها المحدد. كما مبين هنا دي غولاتيف جيوكرونولوجي انطلاقا من بعض الحفريات، فهناك بعض الحفريات التي عاشت في الكامبريا وأخرى عاشت في الأوردوفيسيا إلى آخره، إلى عصرنا الحالي. أما الآن فكرتنا الأرضية يعني مرت بعدة أزمات، فهي ليس كما ترونها في ناقص 200 مليون عام أو ناقص 300 مليون عام، فهي جد مختلفة الآن، تتوفر على الحياة الطبيعية بدون كوارث، بدون يعني البراكين التي كنا نراها في ناقص مثلا 200 مليون سنة أو ناقص 300 مليون سنة. يعني هناك 5 أزمات بيولوجية كبرى منذ تكون الكرة الأرضية. كما تنظرون إلى هنا، فهناك هذا ما يسمى يسمى ليشيل ستراتيغرافي، أو الزمن الجيولوجي انطلاقا من تكوينها. كما قلت هناك 5 أزمات منذ بداية تكوين منذ بداية الحياة على الأرض. هناك أزمة تسمى أوردوفيسيا سيلوريا، وهي بين حقبة زمنية the period. الإشيل الستراتيغرافي كما قلت فهو مقسم إلى 4 أقسام: the period, the debut event. هذا يسمى حقبة زمنية كبرى كما نقول the pre-cambrien, the paleozoic. هناك إشيل ستراتيغرافي مبسط، قلنا الأولى هي ما بين الأوردوفيسيان والسيلوريان، فهادو أوردوفيسيان والسيلوريان فهما حقب زمنية، فالأزمة الأولى هي ما بين أوردوفيسيان والسيلوريان منذ حوالي تقريبا ناقص 445 مليون سنة. كان من الممكن أن يتسبب يعني من أسباب هذه الأزمة، وهو البرودة انطلاقا من التجلد، يعني الجليد الكبير أعطانا اضطرابات مناخية وبيئية، مما يجعل من الصعب على بعض أنواع وكثيرها من النظم البيئية التكيف يعني مع جو البرودة، ويؤدي هذا إلى اختفاء مجموعة من العائلات والأجناس والأنواع، يعني ماتوا. أما بالنسبة للأزمة الثانية وهي تسمى أزمة الديفون الأعلى، هي ما بين الديفونيا والكربونيفير، فهي تأريخها النسبي ما بين 380 و 360 مليون سنة، وسببها الاختلافات المتكررة في مستوى سطح البحر
والمناخ، يعني الجليد الذي تكون هنا بعد مرور مئات السنين، المناخ الجوي يعني لدرجة الحرارة مما أدت إلى ذوبان هذا الجليد على وارتفاع مستوى المياه، بالإضافة لظهور غطاء نبات أكبر من القارات، كان ممكن يعني تسبب نقص مثلا الأكسجين في المحيطات، مما أدى أيضا إلى انقراض عدد كبير من العائلات والأجناس والأنواع. إن شاء الله في الحصص المقبلة سيكون درس عليهم إن شاء الله. أما الأزمة الثالثة وهي أزمة العصر البرمترياسي، هي أزمة تاريخها تقريبا ناقص ما بين 252 و245 مليون سنة، وهي نتيجة النشاط البركاني الكبير في انخفاض أدينا انخفاض مستوى، يعني هي السبب سببها النشاط البركاني الكبير، مما أدى أيضا إلى مما إلى التغيرات المناخية، يعني في أجواء عيش بعض الحيوانات كالديناصورات فهي انقرضت هنا ناقص 200 ما بين ناقص 252 وناقص 245. أما أزمة العصر الترياسي الجوراسي ترياس جوراسي فهي أزمة قبل 200 مليون سنة، مرتبطة بالشكل على انخفاض مستوى سطح البحر والنشاط أيضا النشاط البركاني الشديد، مما أدى أيضا إلى انخفاض كبير في مجموعة من العائلات والأجناس من أنواع الكائنات الحية. وفي الأخير أزمة العصر الطباشيري أو يسمى كريتاسيوس، فهي أزمة عمرها ناقص 66 مليون سنة، أدى إلى سقوط مما من أسبابها سقوط نيزك والنشاط البركاني الكبير، مما أدى أيضا إلى اختفاء مجموعة من الكائنات الحية. عفوا، فالديناصورات فهي انقرضت هنا ناقص 66 سنة، ليس في ناقص 245 سنة كما قلت سابقا، فهي انقرضت مثل الديناصورات لزامونيت لغيدي. ما نرى هنا فهم بعض الكائنات التي قد اندثرت على الكرة الأرضية فلم نعد نراها الآن، فأصبحت أثرية بالنسبة لنا، مثلا لكوغو، لبراكيوفود، لتخيلوبيت، لجرامبوليت، لباغادوسوب، وأيضا لزامونيت، لديناصور، لريديس، وبعض كائنات الطافية أو غيرها. فهذه
الخصائص التي قلناها على الأزمة الأولى، أزمة الديفونيا كما شرحتها سابقا، على عمرها ناقص 380، ما بين ناقص 380 و 360 مليون سنة، ما أدت إلى انخفاض في المستوى أو اندثارها مجموعة من الكائنات الحية. أما هذه فبالنسبة للأزمة الثانية بعد الخصائص التي ذكرها سابقا، العصر بيرمو ترياسيك، فهي ما بين ناقص 252 وناقص 245. أما هذه فنسبة بالنسبة للأزمة الأخيرة، ترياسيك جوراسيك، التي حدثت هنا من ناقص 200 مليون سنة. أما بالنسبة للتفاصيل الزمني الجيولوجي دي كرونوستراتيغرافي، فسأقوم إن شاء الله في الحصة المقبلة. ما أظن هناك مشكل، لا أعرف هل هو من مشكل الريزو أو مشكل زوم، حتى أعالجه إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله، وسأقوم بتفصيله جيدا. فأعذروني اليوم على الخروج والدخول الغير الاضطراري، فأستسمح جيدا إن شاء الله في الحصة المقبلة. أتمنى أن تكون حصة قيمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو هناك أسئلة فتفضلوا، مشكورين.